طالبة لنا صغيرة عمري 11 سنة في سورة الشورى في الجزء 26. أنا في حلقة تحفيظ. أنا مبسوطة ببناء مسجد الاستقلال الأندونيسي. إحنا بنحضر في مركز الاستقلال بنصلي صلاة العيد، بنصلي صلاة رمضان العيد فيه، بتمنى نكمل بناء. أنا طالب أنس النجار عمري 11 سنة، أحفظ القرآن كاملاً في جامع أندونيسيا الكبير. أنا أحفظ القرآن الكريم في هذا المسجد وأصلي فيه صلاة التراويح والأعياد، وأتمنى أن تكملوا بناء هذا المسجد قريباً.